واش هذه حشيه 5 5 درناها للجزائر. لحظه. السلام عليكم. الاعلان عن تاريخ تنظيم كاس افريقيا 2025 بالمغرب ترك ألما وقربلة في الإعلام الجزائري. هذه تاريخ جديد لإجراء كأس إفريقيا أثار الجدل بالجزائر. تاريخ جديد لإجراء كأس إفريقيا بالمغرب أثار جدلا واسعا بالجزائر. أثير الجدل وكثر الكلام على أن فوز القجاع يسيطر على الكاف وأن الكاف والاتحاد الإفريقي أصبح بيد المخزن. المخزن فعلها من جديد وتحكم في الكاف وأجل كأس إفريقيا. لماذا لم يكثروا الحديث عندما أجلت الكاف إجراء كأس إفريقيا بالكوت ديفوار؟ لماذا هذا الألم في قلوب الجزائريين، في قلوب إعلامها، في قلوب العصابة وقلوب الكبرانة؟ ولماذا هذه القربلة 11 شهر داخل بلاطويات الإعلام الجزائري مختطفة أصبح جهاز تابع للمخزن المغربي والتلفاز الجزائري؟ وماذا هذا البكاء حول قرار سيادي للاتحاد الإفريقي؟ هل فعلا المغرب يتحكم بالاتحاد الإفريقي أم هي أضغاط أحلام لدى الإعلام الكرولي بالجارة الشرقية الجزائر؟ تفضلوا بالبقاء مع هشام خضري، لا تذهبوا بعيدا. المغرب أولا ولا غالب على الله. عاش المغرب ولا عاش من خانه. يعلم الله كم أحبك يا وطني، ويعلم الله كم أدافع عنك يا هذا الوطن. لا تنسى الإعجاب، متابعة الحساب، كتب لي تعليق، خلي لي تعليق زوين حتى انت الكرغولي الا كتبتي تعليق نجاوبك الا كان عندي الوقت، لكن غادي نجاوبك. وما تنساوش ان كأس افريقيا في المغرب ما بين دجنبر يناير 2025 و2026. الاعلام الجزائري بعضه لم يذكر البلد الذي سيقام فيه كأس افريقيا، تغيير وتأجيل كأس افريقيا 2025، ولم يكتب البلد. البعض تحدث على أن كأس إفريقيا 2025 دجنبر 2025 أن تاريخ 11 دجنبر 2025 يوافق تنظيم كأس العرب بقطر. البعض تحدث على أن المغرب ليس جاهزا وملاعبه من طين وصلحوا لإجراء مباريات كرة القدم. ونساوا بأن المغرب اليوم يستقبل من 10 منتخبات إفريقية تجري مبارياتها فوق أراضي الملاعب المغربية. نسوا أن المغرب اليوم فتح بابه، فتح أدرعه للمنتخبات الإفريقية من أجل استقبال مبارياتها في إقصائيات كأس العالم بالمملكة المغربية. نسوا بأن المغرب جاهز من اليوم لتنظيم كأس إفريقيا، لكن نريد أن نقدم للعالم وإفريقيا ملاعب من الطراز العالي. نريد أن نقدم للعالم وإفريقيا نسخة استثنائية من كأس إفريقيا، وسنحضر ذاك الموعد إن شاء الله إن كان في العمر بقية. الجزائريين يتألمون في صمت. لماذا تغيير الموعد لكأس إفريقيا؟ أش ضر الجزائريين؟ أش ضر هاد الناس هادو؟ ولا باقي فيهم فقصة أننا دينا لهم كأس إفريقيا والملاعب ديال المغرب طيحة؟ دينا لهم كأس إفريقيا وطيحنا الملاعب، دينا كأس إفريقيا ومن بعد ذلك كنشوفوا الملعب أمير مولاي عبد الله تيطيح، وتنشوفوا الملعب ديال طنجة الكبير كيتصلح ولكن راه تقدمات الأشغال فيه وتيفرح، وكنشوفوا من بعد الملعب ديال فاس حتى هو الملعب ديال محمد الخامس، وكنشوفوا مجموعة ديال الأشغال. واش هذه حشية 5 5 درناها للجزائر أو ماذا؟ في انتظار الجواب من الكرغولي أو أنت الكرغولية. نلقاكم في فيديو آخر. بالسلام عليكم، إلى اللقاء.